الإمام أحمد بن حنبل كان له جار مشهور بالمعاصي وبالذنوب، راجل يعني معروف عنه كل الموبقات يعني. ففي يوم من الأيام دخل على مجلس الإمام أحمد، الإمام أحمد بن حنبل قاعد بيحدث، فدخل على مجلسه: السلام عليكم ورحمة الله. فالراوي بيقول: وكأن الإمام لم يرد عليه ردا تاما وانقبض منه. ايه اللي جايبه ده؟ سلامه سلامه، خلاص اقعد، بس انت جاي عندنا هنا ليه؟ فالراجل لاحظ، فقال له: يا امام، يا ابا عبد الله، ما لك تنقبض مني؟ لقد تركت ما كنت عليه برؤيا رايته. فالامام احمد قال له: وما رايت؟ شفت ايه؟ قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم على واقفا على علو من الأرض، واقف على حتة عالية، وناس في الأسفل كثير جالسوا. النبي صلى الله عليه وسلم واقف على حتة عالية والناس تحت إيه؟ قاعدين كتير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سلوني أدعو لكم. فيقوم الرجل تلو الرجل تلو الرجل ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم له. فقام القوم كلهم وما بقي غيري، فأردت أن أقوم استحييت مما كنت عليه، أنا أقوم أقول للرسول صلى الله عليه وسلم: إيه يا رسول الله، أدعو لي. فلم أقم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، لما لم تقم فتسألني حتى أدعو لك؟ قال: يا رسول الله، والله يقطعني الحياء مما كنت عليه أن أسألك أن تدعو لي. فقال له: إذا كان يقطعك الحياء فقم فسلني، فأنت لم تسب أحدا من أصحابي. فقام الرجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الرجل: فانتبهت من منامي وقد بغض الله إلي كل ما كنت عليه من المعاصي والذنوب. وكانت توبة يعني إيه؟ صادقة نصوحة لله عز وجل. فالإمام أحمد قال للجالسين: يا فلان يا فلان، اكتبوا هذا وانشروه فإن فيه منفعة. فشوف حال الرجل دوت، يعني سبب توبته هو ايه؟ حياء، انه في لحظه من اللحظات في رؤية استحى ان هو يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعي له. ليه؟ لان انا هقول للنبي ادعي لي ايه؟ ده انا حالتي بالبلاء يعني.